الرحلة 208. محطات دجلة وظواهرها الطبيعية وفروع الزاب والمشاهد الخلابة. لا تحمل ما بقى نفسي. تجارب متنوعة خاضها يوسف وابراهيم ياسر من جهة نهر دجلة، ورحلة تجديف مدهشة عاشوها بندر وابراهيم الجبوري على نهر الزاب الكبير. ومع التقاء النهرين يلتقي الفريقين ويبدأ تحدي صيد السمك اللي انختم بعشا وسمر على دجلة وضوء القمر. المتنفس الوحيد مع القرية من القرية الجنة. يودع يوسف ضيوفه إبراهيم الجبوري وإبراهيم ياسر، بس يظل بندر ويانا حتى يرافقنا برحلة استثنائية جديدة وعلى الدراجات الهوائية، وينضم لنا مغامر الدراجات عبد الرحمن العجيلي بجولة على التاريخ والتراث. حالياً احنا متوجهين مملكة الحضر اللي هي أقدم الممالك العربية الموجودة بالعراق، بس بالبايسيكل. الطريق حلو بس متعب. هاي المملكة تعد من أهم الممالك اللي موجودة، بيها تفاصيل كلش حلوة راح نستكشفها سوا بالبايسيكل. فهسه احنا متوجهين البوابة مالتها على مود نستكشفها. وصلنا للمدينة وأخيراً. مدينة الحضارة الأثرية واحدة من الشواهد التاريخية اللي بعدها محافظة على عراقة هاي المنطقة أكثر من 2000 سنة، وبعدها صامدة وتتميز بعمرانها. راح نروح ونشوفها كنسبة كلش كبيرة بعدها محافظة على عمرانها، وكهواية معابد بعدها موجودة لغاية الآن قائمة، فراح نروح نستكشفها سوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. من أبرز العوامل التي ساعدت على نشوء الحضر وجعلها مكان مهم جدا هو موقعها الاستراتيجي بين الإمبراطوريات العظمى في ذلك الوقت، اللي هي الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية. هم تمام، احنا عند يعني عندما سقطت الإمبراطورية الآشورية عام 612 قبل الميلاد، وتفرقت هذه القبائل من الإمبراطورية الرومانية، فقسم من هذه الأقوام اجت للحضر، أنشأوا قرية صغيرة في بادئ الأمر. القرية ما استمرت يعني فترة طويلة، اجى الحضريين بنوا مدينة الحضر على أنقاض هذه القرية الآشورية، وأصبحت بهذا الحجم بهذه القوة بهذه العظمة. يعني الحضر كانت بالكتابات الآرامية مذكورة أنها مملكة عربايا، أي مملكة العرب. الصورة النمطية المأخوذة عن العرب أنهم بدوا رحل ما عندهم أي أثر لا على الماضي ولا الحاضر مالتنا، لكن مملكة الحضر هي دليل على عمقهم التاريخي ومكانتهم بين الحضارات اللي كانت هناك، ودليل على صمودهم ضد الهجمات اللي كانوا يتعرضوا لها من الروم ومن الفرس، إلى أن سقطت هاي المدينة على يد الفرس سنة 241 ميلادية. يدخل يوسف والمغامرين رحلة مع التاريخ إلى المعابد السبعة اللي ظلت شاهد على مملكة الحضر. احنا رايحين على جزء مجمعين بيها بقايا التماثيل والاشكال اللي كانت محطوطه هنا، المنحوتات باقي من عندها رجل ايد. هسه راح نشوف شنو مجمعيها هيئه الاثار. هذه
بس ما معلوم يعني محطة أغلبهم محطة. صراحة هذا المكان يعني أنا أفتخر به كوني أنتسب إلى قضاء الحضر ومدينة الحضر اللي هي تضم هذا المكان والمعلم التاريخي المهم اللي هو فخر لكل أهل المنطقة ولجميع محافظة نينوى صراحة. الجولة بهاي المدينة تخليك تستحضر انه شلون كانوا اهل الحضر عايشين بيها، شلون كانوا عاداتهم وتقاليدهم، هاي الشغلات نلمسها من نشوف المنحوتات على المعابد، من نشوف الكتابات القديمة، من نشوف العمران نفسه، شلون كانوا هم متأثرين بالمناطق اللي داير مدائرهم، متأثرين بالتجار اللي كانوا يمرون من خلالهم، بحيث انه التفاصيل العمرانية كانت متعب على هاي المنطقة كانوا ماخذيها من غير مناطق. دائما احسب الحضر ان هاي الاماكن هاي الاعمده والبنايات والليوانات احسب فد قصور فد غرف، لكن اول مره اعرف انه كلها معابد. واو شوفوا الهدوء، يعني عادة أجواء العبادة تحتاج الشكل هدوء. بندر فات بنبات شوك كلش تعرف بندر مثل ما تشوفون. ما تخلى مغامره من عقبات تواجهها، من تستخدم دراجات ممكن تواجهك بعض المشاكل، ولازم تاخذ احتياطاتك دائما. كل رحله احنا لازم نحسب حسابات الامور الطارئه اللي قد تصادفنا بالطريق، فمثل ما تشوفون هسه التاير بنشر لازم نبدل التشوب، ما جايبين عدة مال بنشر بس جايب تشوب احتياط صراحة بدله. اعطيني كنت تعرف تبدلها زين. سؤال، انت جايب تشوب واحد لو اكثر من تشوب؟ جايب تشوب يعني حسب حساب لا تدير بالك، يعني حتى خاف مرت الاخ. ايه لا اذا لك نيه مرت الاخ فمن هسه اقول لك. الله يعظيمني بروح روح ارجع مشي. هي مغامره بعد اشهر مغامره تصير اذا ما هالشكل اذا ما نتبهدل. مغامره يعني بهدله. خفال طورت هواية أنظمة بهاي السيارة الدارغو على مود تحافظ على ثباتيتها بالشارع العدل والوعر. نظام اسمه مساعد الاستقرار الديناميكي، هذا من تفعله طبعا من الشاشة
السيارة راح تبقى مستقرة مهما انه كان الانحدار اللي تتعرض اليه او اللوفة اللي راح تلوفة قوية، هي راح يعني بالضبط انه راح يصير تقطيع بالبريك على التايرات على مود تحافظ على مستواها العدل زين وما تنحرف عن الطريق. هسه احنا 100 يعني ما اضرب البريك. السيارة ما انحرفت وما افترت. هذا الشيء هو ده يقطع البريك بالتايرات البقية ويفصل تاير عن تاير على مود السيارة تبقى متوازنة. اكو حساسات يا تاير ده يطوف شوية بالهواء او ده يتعرض العزم اكثر من الثاني، اوتوماتيكيا هي تعادل هاي الشغلة وتخليها توقف. احنا دا نحكي انه انا ما ادوس بريك نهائيا، انا ماشي دايس بس بنزين حرفيا، وتقدرون هذا الشيء تجربوه انتم بالتيست درايف من تسوقون السياره، لانه البريك هو دي يعزل تاير عن تاير ودي يقسم البريك بوحده. ثاني شغله او كل الشغله مهمه، الاي بي اس اللي سيستم الاي بي اس اللي هو متعلق بالبريك اللي موجود بسياره دارجو، انا راح اهد الستيرن انه من يضرب بريك يقطع ما ينحرف عن مساره نهائيا، التيارات تبقى عدله على نفس المستوى مال الستيرن، حتى انا اذا ما لازم الستيرن وتعرضت للحادث واضطريت انه يعني انا اعوف الستيرن، السيارة راح تبقى عدلة وتوقف في مكانها بدون ما تنحرف من الطريق. هاي المميزات تخلي السيارة أقل عرضة للانحراف القوي أو أقل عرضة أنه تفتر بنص الشارع من وراء حادث أو من وراء لوفة. يغادر يوسف والمغامرين المحطة الأولى برحلتهم باتجاه مدينة الموصل ومحطاتها التراثية. المسار القادم هو الدرابين الضيقة أو العوجات مثل ما أهل الموصل يسموها. احنا هسه بالدرابين مع الموصل القديمة الهوية هاي الأثرية اللي رادوا يقمسوها ويلغوها. طبعا هاي درابين اسود فيها السيارات فلهذا احنا بالبايسكلات. هاي صدق راح يتيه هنا انا ما سوالف عالم متشعب وصغير يدخل يوسف والمغامرين بين أزقة الموصل ومسار معقد لازم تكون نهاية لقاء الحجي الشخصية الموصلية المنتظرة. ايها وين رايحين؟ فتاة والله بيت الحجي وين صار بيت الحجي؟ ورانا والله
احنا وين؟ احنا بالدرابين. حرفيا هاي الدرابين، هي هاي هاي مفهوم الدرابين اللي هو شو يسموها بالمصر؟ العوجات المصر. تدري ايش صاير هنا؟ هنا هذه الباك ستريت مال الشوارع التجاريه 200 300 سنه. هاي البيوت، هاي البيوت تراثيه عمرها ما اقل عن 200 300 سنه، هي روح الموصل هاي المنطقه القديمه. احنا متعودين نفوت بايسكلات البيوت القديمه هالشكل، بس انت يمكن راح تشوف فيها صعوبه. ها بيت تراثي مهجور يستوقف يوسف وعبد الرحمن وبندر. هاي البيوت بقت مهجورة، يعني كلش ما حد جاي، ما حد عمرها، ما حد التفت له. البيوت القديمة اللي بالموصل واحدة من أهم الرموز اللي بعدها محافظة على هويتها، على الرغم من الدمار اللي تعرضت للمدينة بسبب احتلال داعش إلها، بس لغاية الآن أكو هواية بيوت صامدة بتاريخها وصامدة ببنائها. نمزين لابسين خوذ، بس شوف الواجهة يا يوسف، شوف هذا الفرش الموصلي، هذا كله مرمر، هذا كله ناحية يدوي. تشوفون هذا بيت ما مصدوم يوسف شوية؟ أنا مو بس مصدوم، يعني أكو مقهور أكثر. يعني أنت من تشوف صار له كم سنة هذا البيت ويا قصف ويا حرب، وبعدها الدنك صامده وبعدها الاعمده صامده. شوف وبعدها وين من تمشي اثار الحرب والرصاص تحت. شوفوا مشجد مشجد مرادوا انه يهدمون ويمحون هاي الهويه الاثريه والتاريخيه، من هدمت بعدها. طبعاً للمعلومة بالمنطقة هذا البيت يسموه بيت البومي. البومي؟ إيه، لأن تسكنوا بومة بعد ما انهجر هذا البيت. بيت الدباغ واحد من أهم البيوت اللي موجودة وبعدها صامدة، على الرغم من الضرر اللي يتعرض إلى هذا البيت، بس هواية غرف بعدها صامدة وهواية تفاصيل بعدها موجودة شفناها سوا. انتو شو سموه قنصار؟ كنتر. احنا نسميه قنصار. هاي المساحة شو مستغلية يوسف، يعني مكان ما يخلونينا مكتبة خليها دفن، خلو فيها البلوم. هاي توحد عرضه منتر. تفاصيل هذا المكان تعطيك فكرة كاملة انه شلون كانوا اهل الموصل عايشين قبل، شلون كانوا يقضون يومهم بالباحات اللي موجودة بداخل البيت. ممكن تصادفك بأزقة الموصل القديمة القناطر اللي تتطلب انه تخفض راسك اثناء المشي او حتى على الدراجة. يعني هالقنطرة ربما تكون مشتركة، فمرات البيتين يكونون اقارب، فيجي الشارع يقص البيتين بالنص، ف
فمو باعتبار قارب، وهنا البيوت دائما كلها تبقى على تواصل متعودين بيناتهم، فيسوون هاي القنطرة ويبنون هاي الغرفة ويخلون بابين عجلتين فيطلعون يفوتون ناس تناوش شكل ناس. بالوقت الحالي يعني كثير من القناطر فقدناها للأسف، خاصة بالحرب الأخيرة راحت كثير قناطر. تقريبا كم قنطرة موجودة بالموصل القديمة؟ هسه يمكن ظلوا فد 10 تقريبا أو 9 اللي بقوا، يعني وقسم منهم مضررين يعني من الحرب الأخيرة، أما بقية قناطر تدمروا بالمعركة مع التحرير. هذول اللي بقوا لازم نعتز بيهم دائما، أي شخص يجي للموصل نطمشوا عليهم، وبصراحة نفتخر بيهم. هذا مدخل مال المحلة، إيه هذا مدخل مال المحلة، يتميزون إنه مدخل منطقتهم أكو قنطرة مثل بوابة ومثل قلعة يعتبروها لمنطقتهم. هوية للمنطقة هاي؟ طبعاً هوية، طبعاً هوية، هوية، هوية واجهة، معلم خاص بالمنطقة همين. سلوك المجتمع اللي خاص بهاي العوجات كلش نقول فريد من نوعه، يختلف عن باقي المناطق بالموصل. طبعا تحس العالم والفرع كلته عائله واحده، يعني اتذكر بالطفوله احنا كنا نلعب كاطفال يوميا ببيت، حتى غدانا كنا وهذه يوميا ناكل ببيت، ومرات ننام ببيت جيراننا واحنا ما نحس على نفسنا. نلتقي أنا على اليمين. هاي من مساوئ العوجات، من فوت سيارة خلاص تنحصر. ما يطلع هذا الفرع؟ إيش؟ هنا يفترق المغامرين على أمل اللقاء بالهدف المنشود. السلام عليكم. بندر من اتجاه، وعبد الرحمن رايح باتجاه ثاني، ويوسف ضايح بين ترابين المدينة القديمة. هلو، أنا سجيت من هاي الدربون. أكو شنو؟ أكو يمنى قبا ويسرى. هاي ما أعرف شلون يدلو هنا. يعني تخيلوا هاي العوجات، يعني هالسنة هذا عرضي، هاي عرض هاي العوجات، بيت على بيت طبعا، اكو منتكي قلب على قلب، يعني ما بس القلوب حتى الحيطان، طبعا بسبب المجاري بسبب كثير ظروف ما طبيعية كنت داست وصارت بيت على بيت. ها بندر طلعت. وين؟ تعال. وين الواحد راح يجي اشوف؟ وين يوسف؟ تعال تعال ندور على يوسف. تعال ندور على يوسف. العبوا وياكم؟ شلون تلعبون صور؟ لا تعال بلكي بلكي بهذا الفرح. تعال 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 جايكو، فوت من يمك بس كذا. يلا العب. هو خلي يلعب. العب العب نديم. العب انا سيدا جبت يا لون فازك نديم. ليش نديم فاز؟ نفس الشيء. شكرا. ديما يا حبيت كلش انه هوني اتجول بالبايسكل بداخل هاي الازقه وهاي الدرابين الضيقه، اعطاني شعور انه هوني قريب من الناس، راسا اضرب بريك اوقف اسولف، شفت جهال العب وياهم، رجال كبار بالعمر اسولف وياهم، وبنفس الوقت عندي سرعه كافيه انه اني اقدر اطلع من هذا المكان واروح استكشف غير مكان. السلام عليكم. هلا حجي. صحتك يا ابو. صحتك
مبروك يا ابا. شلونك حجي؟ الله يخليك الله يحفظك. وبعد ما افترقوا الشباب بين درابين الموصل القديمة يلتقون من جديد عند بيت الحجي، الهدف اللي خلاه يوسف الهاي المغامرة. داق يابا الشمس، الشمس الأصيل، وأخذ بالزوال تمثل الشيخوخة. عم ابو حيدر، شنو تمثل لك الموصل؟ والله الام احيانا نوبات يزعل الولد على امه، انا نوبات ازعل على الموصل، نوبات بالظواهر ما حلوه اشوفها كذا، ما تتلائم مع الشيء اللي تربينا عليه، ولكن احن لها كما يحن الولد على امه. فلما اطلع مثلا انزل للجنوب، اطلع لبغداد، اطلع للبصره، لما ارجع للموصل شيء كأنما طفل رجع إلى حضن أمه. كل شيء بالموصل بيه تراث، الناس متطبعين بهذا التراث وبهاي العادات، وين ما تروح تشوف هذا الشيء وتلمسه وتحس بيه، اكو تحفظ على هواية تفاصيل. أبسط مثال وخير مثال أنه الحجي أبو حيدر من دي سولفنا بإيجابيات وسلبيات أهل الموصل القديمين. بالنهاية هاي هوية الموصل اللي حاولوا يطمروها، اللي حاولوا يدمروها، بس الحلو أنه من رحنا الهواية تفاصيل هي بعدها شامخة. هذا الشيء يعطيك إحساس أنه لا، الحياة راح تستمر، وأنا متأكد أنه راح تستمر الحياة بهاي المدينة. بيت الحجي أبو حيدر كان المحطة الأخيرة لرحلتنا بالموصل وحاراتها القديمة، ومن الموصل إلى وجهة أخرى بعدها الرحلة مستمرة تدور عن كنز جديد وهدف قادم مخليه يوسف براسه.